وبرحب بضيفتنا، ضيفه البيت الكبير دكتور رانيا علواني، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. كنا بنقول قبل الفاصل من خلال وجودك في مجلس اداره النادي الاهلي وصلت لانك تكوني عضو في مجلس النواب بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قرار بالتعيين، وده اللي اهلك ان انت اكيد تفيدي ملف الرياضي بشكل عام. كلميني عن التجربه دي. أولا أنا كنت يعني محظوظة جدا، ربنا رزقني بكذا مكان يدوني كل واحد خبرة معينة. أنا كنت عضو مجلس إدارة النادي الأهلي 2004 فعلا، ولكن أيضا كنت عضو اللجنة الأولمبية الدولية منتخبة عن اللاعبين، برضو منتخبة ما يقرب أكثر من 10 سنين تقريبا. قعدت 12 سنة. 12 سنة. خلصت 2012. بعد كده فضلت برضو في المنظومة الأولمبية، في اللجنة الأولمبية، في لجنة اللاعبين واللجنة الطبية، لأن أنا طبيبة، في الأنوك اللي هي اللجان الأولمبية، أسوسيشن بتاعت اللجان الأولمبية، ودلوقتي في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. أنا ليه بقول ده؟ علشان إحنا اتعلمنا الإدارة الرياضية برة في أعلى مؤسسة في العالم، ولكن أيضا في نفس الوقت كنت في نظري طبعا في أهم مؤسسة رياضية في مصر، برضو كنت في نفس الوقت متواجدة فيها، فاتعلمت الحاجتين في نفس الوقت، ازاي نمشي على المعايير الدولية، ازاي القوانين الدولية، ازاي التعاملات، ازاي اللوبينج، ازاي لما تعوز تستضيف بطولة تسعى ليها ازاي، لان تقعد 7 سنين على ما تقدر تحصل عليها. كل ده اتعلمناه بره مصر، ولكن في نفس الوقت الإدارة الرياضية جوه مصر مختلفة. لازم تفهم المناخ اللي انت بتشتغل فيه هنا مختلف، فلازم تتطور معاه أو تغير من المفاهيم اللي احنا تعلمناها ان احنا نقدر نعمل ده. ده مع ده متهيألي هو اللي كون الشخصية اللي تقدر في نظري انها تقدر تخدم بلدها من تاخد العمل الخدمي. العمل الخدمي عامة في أي مكان، اللي هو الخبرات الدولية مع يعني مع الخبرات المحلية. حتى انا كان ليا يعني جوه مجلس النواب كان ليا دايما حماس اكتر ان انا اشتغل الحاجات الدولية، لانها سهلة عليا، لانها كانت ضمن عشان عشت في الرياضة، عشت القصة دي بره واتعلمت الكلام ده بره بالظبط. وهي كوبي، هو كل المؤسسات الدولية زي بعض. يعني في مصر شويه بيبقى فيه اختلاف ممكن في الثقافه، وازاي تنقل الخبرات ديت، وده مهم جدا. يعني مهم جدا كمان ان الناس اللي اشتغلت بره وعندها خبرات دوليه بره انها تنقل الخبرات ديت حقيقي، خصوصا ان احنا مثلا كل مؤسسه مصريه زي مجلس النواب مثلا بينتمي الى مؤسسه دوليه اللي هي مزبوط. الاتحاد البرلماني الدولي. فبالتالي لما بيكون عندك نواب ليهم خبره او اشخاص ليهم خبره دوليه بيبقى سهل عليك تستعملهم في اللجان دي. وفعلا انا الحمد لله وصلت ان انا اقدر اكون ممثله عن البرلمان المصري في الاتحاد البرلماني الدولي في كذا لجنه، لجنه الشباب طبعا، لجنه شؤون الشرق الاوسط. يعني انا ما كنتش اتخيل ان في يوم من الايام انا اقعد اتكلم في شؤون الشرق الاوسط. بس اتعلمنا ده الحمد لله، وقدرت ان انت طبعا احنا كنا الشباب في المجلس، يعني من 5 سنين كنت اعتبر من الشباب. بتكوني شغوفة جدا انك تعرفي كل حاجة ناقصاكي، ما كنتيش، ما فيش حياء، ما فيش احساس انك، بالعكس انا الحاجة اللي مش عارفاها عايزة اعرفها وعايزة ابقى كويسة. اخدتي خبرة شاملة يعني. الحمد لله. اخدتي خبرة شاملة. ليه ما بتفكريش تاخدي التجربة تاني؟ ليه ما بصي انا اول مرة الحقيقة كنت معينة من سيادة الرئيس، فانا ما كنتش بفكر في العمل السياسي ساعتها خالص. لكن اكتشفت ان هو مش عمل سياسي، هو عمل خدمي، انت بتخدم بلدك، سواء في النادي، سواء في الوزارات المختلفة، سواء في الاتحادات المختلفة، زي ما عملنا ملف مثلا مصر لاستضافة بحر الأبيض المتوسط، وكنا قريبين جدا ان احنا نستضيفها سنة 2011 اول ما حصل المشاكل اللي حصلت. ده ما كانش في الاول، يعني زي ما تقولي اتجاهي كان دايما انك تخدمي المكان اللي انتميتي ليه، النادي الاهلي، ثم بلدك اللي انت رفعتي علمها في كل حاجه. عندنا انتماء طبيعي، كل الرياضيين كده اكيد. ده حقيقي، ده حقيقي، ده احنا بنتولد بيه، وخاصه لو لعبت باسم البلد يعني. ده لكن أكيد. المره دي يعني احنا الاختيارات مش بايدي طبعا، مش بايد اي حد. هو اكيد الانتخابات هتحصل، واكيد ان شاء الله يكون في ناس ممثله عن الشعب تقدر تخدم البلد، وطبعا احنا اللي كانوا موجودين قبل كده لو في مننا هيستمروا اكيد هيبقى شرف لينا ان احنا نخدم، يمكن بخبره اكتر شويه وبوعي اكتر شويه عن المره اللي فاتت.